تقول أخذت توكة من صديقتي، التوكة اللي يربط بها الشعر، ولا أستطيع ردها، هل يمكن أرسل لها رصيدها بدون أن أخبرها؟ إن كنت سرقتيها تختلف عن من كنت أخذتيها وهي تعلم، لأن التوكة من الأشياء التي يتجوز فيها مع البنات مع بعضها، هذه أخذ التوكة هذه كل سكة. سرقتيها أرسلي لها الرصيد إذا كانت التوكة فخمة في المحمول كما تفضلتي.